جئنا إلى السفارة السويدية لإبلاغ رسالته ورسالة الملايين من العراقيين الذين استنكروا حادثة حرق القرآن الكريم التي حصلت في السويد، ونحن برفضنا لهذه الحادثة أبلغنا السفارة برسالة سماحة السيد ورسالة العراقيين المستنكرة لهذا العمل، والسفارة استقبلونا باستقبال حسن وتعاطفوا مع الموضوع وأبدوا استنكارهم وتأسفهم على الحادثة، ووعدوا بأن يوصلوا الرسالة والاستنكار إلى الحكومة السويدية، وطلبنا منهم أن تصار إلى إجراءات مستقبلية تحد من هذه التصرفات اللامسؤولة لكي يبقى الوئام والسلام موجودا بين الشعوب، ونترك الخلافات ونترك ما يثير الخلافات بين